يصلح تقرأ القراءة في الصلاة بهالترتيل؟ اي نعم. نادر، ليش الناس ما تقرأ؟ كنا معادين ابو هادي ان احنا بنقرأ قراءة مجودة، القراءة المجودة حقت الشيخ عبد الواسط عبد الصمد والشيخ في الصلاة. قال هل يجوز ان تقرأ في الصلاة قراءة مجودة؟ هي الـ 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 القراءة صحيحة، لان القراءة ثلاث انواع: حدر، التدوير، او التوسط، والاشباع. الاشباع هي القراءة المجودة، مثل ما ضربنا بها مثل الحصة الماضية بأواخر المدثر. فيجوز ممكن في موطن فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى أو عبرة أو عظة، إنك ممكن تأخذ منها البعض. أهم شيء إنه ما يعني ما يكون فيها لحن جلي أو لحن خفي في القرآن الكريم. هي هين القراءة صحيحة ما فيها كلام، بس أنا أقول الأئمة ما زلت شفنا حد يقرأ مثل هالقراءة المتأنية. طبعا الأفضل إنها تكون مرتلة، يعني الوارد كيف اللي هو المتواتر واللي سمعناه وتعلمناه من مشايخنا وأساتذتنا، أن القراءة في الصلاة تكون القراءة اللي هي الحدر. كل ما كانت القراءة بطيئة في الصلاة. وش معنى حدر عشان الجمهور يعرفون؟ الحدر اللي هي القراءة بالقصر. خلنا ناخذ مثال لها، بس لو آية مثلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. جميل، هذه حدر. التوسط: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. هذه اللي هي التوسط. الإشباع: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. هذه لأن وأنا في جوامع مصر يقرون كذا في الصلاة؟ إيه يا أخي، قد يكون سمعتها مرة فقط من شيخ ناصر الغطامي في الآية: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. هو ماشي بنفس القراءة ثم جاء عند قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان وجبهة. بل يداه مبسوطتان، فيجوز انك تاخذ منها مقطع ولو بسيط، او عند الوقفات في اواخر الايات انك تعطي اللي هو الحد الاقصى للمد العارض للسكون، هو 5 حركات أو 6 حركات. الله يبارك فيك. صلى بهذا للتحقيق الإشباع، صلى التحقيق. نعم أحسنت. ويوم جاء في الأخير يعني زي ما تقول يا مرحبا. يا مرحبا يا دكتور، حياك الله دكتور. الله يحييك. الواحد القهار. واحد منهم قال الله قال الله، وذاك لا زال يصلي. ايه هي المقصد انك عشان تاخذ اكبر جزء من القراءة يستفيد فيها المصلين، القراءة تكون سريعة. يعني حتى أنا جربتها القراءة المصرية في بعض الصلوات، فكان بعض المأمومين يعني كانوا يعني تحس أنهم يعني ممكن يجيه شوية من الملل أو طولت علينا أو كذا. أحيانا القراءة السريعة بتاخد فيها قدر كبير من القرآن الكريم، ودايما بتشد الانتباه، خاصة إذا كانت قراءتك طيبة وتنتبه لبعض المعاني فتؤثر حتى في قراءتك. القرآن كلما خرج من القلب وكل ما فهمت معنى الآيات التي تقرأها، قد لا تكون أو قد لا يكون صوتك حسن، وقد لا يكون يعني مثلا نفسك طويل، ولكن سبحان الله بفهمك للآيات بيكون وقفاتك على الآيات وقفات طيبة، وقفات جيدة، فيعني تسحب اهتمام المصلين، تسحب اهتمام المستمعين يعني. فهذه نقطة مهمة جدا. نقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قرأنا اليوم بعض الآيات من سورة غافر، وهي سورة مكية. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. في البداية الملائكة الله سبحانه وتعالى خلقهم من نور،
قال في سورة فاطر: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. في أكثر من ذلك، جبريل عليه السلام له 600 جناح. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال: أذن لي أن أتكلم أو أن أصف بعض من حملة العرش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسافة ما بين شحمة أذنه إلى رقبته مسيرة 700 عام. المسافة فقط ما بين شحمة أذنه إلى رقبته مسيرة 700 عام. فتخيل يعني كم حجم الملك. وفي حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجله في تخوم الأرض السفلى ورأسه مثنية تحت العرش. وقال في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض وصف حملة العرش، قال: مسافة من عنقه، لو رب العالمين سخر لها طير يطير فقط المسافة على رقبته ولن يصل إلى نهاية رقبته مسيرة 700 عام. هذا الملك العظيم الخلقة هم كرام بررة، كرام بررة، مخلوقين من نور، لا يعصون الله ما أمرهم، وأيضا لا يوصفون لا بالذكورة ولا بالأنوثة، ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يملون ولا يتعبون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالكلمة من الوحي أخذت الملائكة رعدة شديدة، الملائكة الذين في السماء، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. سبحان الله، الموضوع ليس بالجسم ولا بالبنية، يرجع إلى القلب، يرجع إلى الإيمان. يعني في بعض مواسم الحج تشوف أو شفت رجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تجاوز طوله المتران وضخم البنية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وتلاقيه في الزحام سبحان الله يعني هكذا، يخاف انه يؤذي احد او يدف احد. اللي خلاه يعمل كذا مع انه يقدر، انه ما شاء الله قدير في الزحام وكان الوضع صعب جدا، ومع ذلك هذه ترجع الى الايمان الذي رسخ في قلبه. اللي كابح القوه عنده ايمانه بالله سبحانه وتعالى ومعرفته ان القوه من الله سبحانه وتعالى. فهذه الملائكه العظيمه بالرغم من أنها في مهمة عظيمة وهي تحمل العرش، لا تنسى عباد الله المؤمنين، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فكل مؤمن موحد بالله سبحانه وتعالى يؤمن بالله حق الإيمان بالقول واللسان والجوارح، فأقول له: أبشر، فإن حملة العرش يستغفرون لك ويدعون لك ويستغفرون للذين آمنوا. ماذا يقولون؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. وهذه من سنن الدعاء، إنك تبدأ بالحمد والثناء والتعظيم لله سبحانه وتعالى ثم تطلب ما تريد من الله. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا دعاء الملائكة لأهل الإيمان والعمل الصالح، فنحمد الله سبحانه وتعالى. أما عن عدد الملائكة فلا يعلم عددهم إلا الله. في حرس من الملائكة للسماء، إذا صعد مجموعة من الشياطين أو شياطين إلى السماء يسترقون السمع، هناك حرس من الملائكة: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهب. البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون له إلى يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين المتقين، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غلاظ شداد عليها ملائكة، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره. هذه فزنة جهنم عليها ملائكة: أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حتى
يعني ابن القيم له مقولة جميلة في تفسير قوله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. والله إنه ليوم صعب، والأصعب منه أن يكون العبد، نسأل الله السلامة لنا ولكم والمسلمين أجمعين، من أهل النار. في ناس يحرموا من رؤية الله سبحانه وتعالى حتى يوم القيامة، حتى يوم القيامة لا يرون الله، فيدخلون النار فينادون على مالك: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. نبغى نموت خلاص، ما عدنا قادرين نستحمل العذاب. يقول ابن القيم: إن جهلهم بالمعذب هو الذي جعلهم ينادون مالك، وليش ينفعهم مالك أصله في النار. إن جهلهم بالمعذب هو الذي جعلهم ينادون مالك. قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الله يطول عمرك ويبارك فيك وجزاك الله خير. أول شيء على هالصوت